بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى بعض الأمثال الفرنسية. نتكلم في هذا الإطار عن سيتاسيون سيليبر أو بيان سيتاسيون بروفيرب، أو ببساطة نتكلم عن لي بروفيرب يعني الأمثال. إذن سيتاسيون مقصود بها استشهاد، إذن ممكن أننا نستشهد بنص أو بأي أمر ما. إذن هنا بطبيعة الحال وكأننا نستشهد بأقوال كما هي لأشخاص. إذن نتكلم عن سيتاسيون، سيتاسيون سيليبر يعني أنها مشهورة. إذن نتكلم عن استشهاد مشهور، كأننا نتكلم عن أقوال مشهورة. إذن سيتاسيون سيليبر، إذن عندنا هنا بروفيرب فرنسي يعني أمثال فرنسية. إذن أول مثال عندنا هنا: فيي أميتي نو كرام با لاغوي، الصداقة القديمة نو كرام با، هذا الفاب كراند يعني خاف، نو كرام با لاغوي يعني أن لا تخاف الصدأ، الصدأ هو لاغوي، وكأننا نتكلم عن صداقة من نوع أصيل يعني أن لا تعرف الصدأ. فيي أميتي نو كرام با لاغوي، إذن الصداقة القديمة لا تخشى الصدأ. فيي أميتي نو كرام با لاغوي. ثاني مثال عندنا هنا: On ne peut empêcher le chien d'aboyer ni le menteur de mentir. On ne peut. لا يمكننا. طبعا الحال عندنا هنا لو فيرب بوفوار. On ne peut. لا نستطيع. لو فيرب بوفوار هي استطاع أو أمكن. On ne peut empêcher. لا يمكن أن نمنع. طبعا الحال empêcher quelqu'un de faire quelque chose يعني أنك تمنع شخصا أو توقف شخصا حتى لا يفعل شيئا. عندنا لو فيرب empêcher يعني منع. إذن on ne peut empêcher le chien d'aboyer، لا يمكن أن نوقف الكلب لينبح، لا يمكننا أن نمنع الكلب من النباح، ni le menteur ولا الكاذب de mentir من الكاذب، يعني كما أن الكلب قد جبل على النباح فإن الكاذب قد جبل على الكذب. بمعنى آخر، إذا تبين كذبه في أمر ما فبطبيعة الحال علينا أن لا نأمن كلامه مستقبلا. إذن on ne peut empêcher le chien d'aboyer ni le menteur de mentir. ثالث مثل عندنا هنا: un bon père de famille، أب جيد لعائلة يعني الأب الجيد لعائلة، المقصود الأب الجيد صاحب أسرة. un bon père de famille doit être partout، يجب أن يكون في كل مكان. dernier couché، آخر من ينام. premier debout، أول من يقف. عندنا هنا dernier couché، الآخر نائم. premier debout، الأول وقوفا، يعني المقصود أن هذا الأب الجيد الذي يعول أسرة طبعاً الحال هو الأب الذي لا ينام إلا متأخرا حتى ينام كل من في الأسرة، ثم أول من يقف، ثم أول من يستيقظ طبعاً الحال من أجل الاستعداد للعمل. إذن un bon père de famille doit être partout dernier couché premier debout. المثل الرابع كما عندنا هنا: plus on désire une chose plus elle se fait attendre. plus on désire يعني أكثر، on désire أننا نرغب، طبعا الحال لو فيرب ديزيري هي رغبة، ومنها لو ديزير يعني الرغبة. plus on désire une chose أكثر أننا نرغب في شيء، plus elle se fait attendre أكثر هي تجعل تنتظر. لو فيرب أتوندر ينتظر. إذن بمعنى آخر، بقدر ما نرغب في شيء ما، بقدر ما يطول الانتظار، أو بقدر ما يطول انتظارنا لهذا الشيء. إذن كلما كان هذا الشيء مرغوبا عندنا كلما طال انتظاره. plus on désire une chose plus elle se fait attendre. المثل الموالي: avec du temps et de la patience on vient à bout de tout. avec du temps، مع الوقت، et de la patience، والصبر، on vient à bout يعني اننا ناتي. عندنا لو فيرب فينير يعني جاء، يعني اننا نجيء، وبمعنى اخر اننا ناتي. on vient à bout de tout يعني اننا ناتي على نهايه الكل. اذا لو بو هو الطرف. اذا نتكلم مثلا على لو بو دون راجل، إذن طرف مسطرة. هنا بطبيعة الحال عندنا عبارة، عندنا venir à bout de،
هذه تتعني ريسير أ يعني نجح في. إذن venir à bout de يعني أنك تنجح في. إذن بحال اللي عندنا هنا venir à bout de tout يعني أنك تنجح في الكل. إذن هذه العبارة أنك تأتي على نهاية كل شيء، فهذا المقصود به أنك تأتي على نهاية أعمال معينة كنت تنتظرها. مثلا إذن هنا envie à bout de tout يعني أنك تنجح في الكل. إذن avec du temps et de la patience envie à bout de tout يعني مع الوقت ومع الصبر أننا ننجح في كل شيء. المثل الموالي aime-toi et tu auras des amis. aime-toi يعني أحبب أنت، et tu auras وأنت سيكون لك. عدنا لو فيرب avoir في الفيتور، تنعرف بأن avoir إلا جمرة اسم تفيد الملكية يعني أنا عندي أنت عندك هو عنده إلى آخره. إذن هنا عندنا أوغا هذا أفوار طبعا الحال في الفيتور في المستقبل مورا اسم اللي هي أمي دي زامي. إذن أفوار هنا تفيد لنا الملكية ولكن في المستقبل. إذن أم توا أحبب أنت أتي أوغا وأنت سيكون لك أو أنت سيكون لك دي زامي يعني أصدقاء. المثل الموالي هو لا دوسور دي ميال يعني حلاوة العسل. نو كونسول با طبعا الحال عندنا الفيرب كونسولي اللي هي آسى أو هدأ أو عزة يعني أنك تتعزي شي واحد يعني بحال تتهدأ من الروع ديالو أو أنك تحاول طمأنته، هذا هو المعنى ديال العزاء. أو المواساة يعني أنك تواسي شخصا تحاول أن تهدئ من خوفه ومن روعه ومن قلقه. إذا نتكلم على الفيرب كونسولي. إذا لا دوسور دي ميال يعني أن حلاوة العسل نو كونسول با يعني أن لا تعزي ما تقدرش تهدئ. تهدئ ماذا؟ دو لا بيكور دو لا بيكور دو لا باي يعني من لسع النحلة من لسعة النحلة. إذا بطبيعة الحال المقصود هنا فرغم أن هناك عسل وحلاوة عسل فلا يمكننا أن ننسى بأن هناك لسع من النحل، هذا هو المقصود. على عكس ما يقال أحيانا بأن من يريد العسل مثلا عليه أن يصبر للسع النحل. هنا بطبيعة الحال عندنا بأن الشخص لا يمكن أن ينسى اللسع رغم حلاوة العسل. معنى هذا الكلام طبعا في حياتنا العادية ممكن أن شخصا ما يقدم لك معروفا ولكن مع هذا المعروف هناك بعض الكلام ربما الجارح ربما هناك بعض اللسع. بمعنى المثل عندنا هنا الإنسان طبعا الحال يتلقى هذا المعروف لكنه أكيد لن ينسى هذا الكلام أو بعض التصرفات الغير لائقة، هذا هو المقصود هنا. إذن ممكن أن شخصا ما يقدم لك معروفا ما ولكن ضمن هذا المعروف هناك بعض الكلام الجارح ربما وبعض التصرفات الغير لائقة. إذن الإنسان الذي يقدم لك معروفا أكيد ستذكر عسله ولكن مع ذلك لن تنسى لسعه. بمعنى هد المثل. المثل الموالي celui qui sème l'injustice moissonne le malheur. celui qui sème الذي يزرع طبعا الحال عندنا الفيرب سومي سومي يعني زرع. celui qui sème الذي يزرع l'injustice يعني الظلم. طبعا الحال تنعرف بأن l'injustice هي l'injustice هي العدالة عكسها هو لانجستيس إذن الظلم. celui qui sème l'injustice الذي يزرع الظلم moissonne le malheur يعني أنه يحصد ماذا؟ يحصد le malheur يعني كما لو نقول النحس أو الشؤم مثلا. إذن celui qui sème l'injustice moissonne le malheur. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.